مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ديوس فاينانس؟ ما هي ميزات ديوس فاينانس؟ ما هو ديوس فاينانس؟ هو سوق للخدمات المالية اللامركزية، حيث يتم توفير البنية التحتية للآخرين لبناء الأدوات المالية من قبل ديوس داو. ما هي ميزات ديوس فاينانس؟ تتضمن الأدوات منصات تداول الأسهم الاصطناعية والخيارات وتداول العقود الآجلة. تدمج ديوس فاينانس منصة تداول مقايضة ومنصة تداول تركيبية. ديوس سواب هو تبادل فوري يسمح بتبادل رموز ERC20 المختلفة وتبادلها. حالياً تدعم منصة سواب 5 عملات مشفرة بما في ذلك الإيثيريوم ويو اس دي سي. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.